رح ورجيك على الكمبيوتر مجموعه نماذج لبنات. انت لما بتعجبك شي وحده قل لي فورا مشان اعمل لك ستوب كادر. اوكي؟ طيب. ركز معي منيحه. على فكره معظمهم بالمواصفات المطلوبه اللي حكيتي لي عنها يعني. بس مو يعني مو تماما. هلا شوف انت طول بالك شوي. تفضل. هي مدام لحظه ما تنتقلي. خير في شيء استاذ فؤاد؟ خلص ما عاد بدي اشوف. هي يا مدام هي ما في غيرها. طيب انت شوف بالاول وتنور منيح بعدين اختار. خلص يا مدام خلص نورت واخترت. إيه سبحان الذي خلقها على الطلة ما أحلاها. إيدي بزنارك يا مدام بدي من هذا النموذج. لا ليش من هذا؟ هو نفسه بالذات بدي إياه. يعني عجبتك؟ إيه رح كمل لك يا. أنا عجبتني قال. إيه بتطير العقل يا مدام بتجنن. بس يا ترى أنا بعجبها؟ بعتقد إيه لأنه هي كمان المواصفات اللي طالبتها متوفرة فيك تقريبا بحدود 90%. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير يا مدام. بتحب أعطيك معلومات عنها؟ ما بدي أي معلومات، بس بدي منك تجمعيني فيها. هاي شغلة بسيطة. إمتى بتحب تشوفها لعاصفة الصحراء؟ منو هاي عاصفة الصحراء؟ صاحبة الصورة. هي اسمها ميس، بس رمزة عندي عاصفة الصحراء. فعلاً، فعلاً هي عاصفة حقيقية. ممكن نشوفها بكرة يا مدام؟ ليش لا؟ على عيني وراسي. بتعرفي يا أنسي ميس، لما سموكي عاصفة الصحراء أبداً ما كانوا غلطانين. أنت فعلاً عاصفة. إعصار كاسح، بركان مدمر، صاعقة، ماحقة. شو أنت عم بتسبني ولا عم تمدحني؟ لا الله وكيلك عم بمدحك. ميرسي كثير أستاذ فؤاد. صحيح نسيت أسألك، أنت شو كان رمزك بالكمبيوتر؟ كتكوت 45. حلو كثير. أنا سيميس، أنا أول ما شفت صورتك بالكمبيوتر ما بعرف شو صار لي. حسيت انه في ماس كهرباء، توتر عالي، نفض جسمي نفض. حسيت انه في صاعقة ناتجة عن عاصفة رعدية شديدة. حسيت انه استاذ فؤاد مو ملاحظ انك عم تبالغ شوي؟ صدقيني ابدا ما عم بالغ، عم بنقل لك احساسي مثل ما هو دون زيادة او نقصان. وانا كمان استاذ فؤاد، انا ارتحت لك من اول ما شفتك. يعني ممكن شو؟ ممكن كتكوت 45 يتقدم ويطلب ايد عاصفة الصحراء. الحقيقة أنا ما عندي مانع، بس بالأول لازم تشوف بابا وماما. أنا مستعد شوف بابا وماما وعمتك وخالك وجدتك وكل العيلة، بس أنت أعطيني الضوء الأخضر. طيب أستاذ فؤاد أنت إمتى حابب تشرفنا على البيت؟ هلأ خلينا ندق الحديد هو وحامي. لا هلأ يعني لازم أعطيهم خبر قبل. شو رأيك بكرة الساعة 6؟ ولا يهمك، الساعة 6 الصبح بتلاقيني عم دق باب بيتكم. لا مو 6 الصبح، يا لطيف شو بصلتك محروقة. لكن إمتى؟ الساعة 6 المساء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد، تشرفنا بمعرفتك يا ابني. الله يخليك ويطول عمرك. الحقيقة ميس، حكيت لنا عنك كثير ومدحت لنا فيك، ومنا نحن حبينا نتعرف عليك فيس تو فيس. هذا شرف كبير إلي، وأنا الحقيقة بيشرفني إني أتقدم أطلب إيد كريمتكم ميس. نحن اللي بنتشرف فيك يا ابني، يعني نحن إذا لفينا الدنيا كلها ما رح نلاقي شب مناسب لميس مثلك، لأنه ما شاء الله كان حولك على هالمسموعيات الحلوة. والحقيقة نحن سألنا عنك مو إنه ما سألنا، وما في إنسان زمك بكلمة، وهالشي لحاله مكسب كبير إلنا وللبنت. الله يديمك ويخلي لنا اياك يا عمي. بتحب نحكي بالتفاصيل؟ ايه ما في مانع، يا ترى شو طلباتكم؟ لا يا ابني لا. لا هي ما بريدها منك. لا تغلط منو. نحن يا ابني ما لنا اي طلبات. كل ما هنالك انه حابين نتعرف عليك اكثر. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك عمي. يا ترى حضرتك شو بتشتغل؟ موظف. بس بدائرة الخدمات المستديمة. يا سلام عليك موظف بدائرة الخدمات المستديمة. أنعم وأكرم والله. والله وعرفت تختار يا ميس، نحن روح ابن الموظفين. فعلا فعلا سيد فؤاد،
أنا بحب الموظفين كتير وبحترمهم وبقدرهم وبعزهم، لأنهم هيك بحسوا الناس أكابر ومكافحين وعلى درجة عالية من الثقافة والعلم والخبرة. موظفين لك موظفين هدول. طيب بالنسبة للراتب إذا قديش بتاخد معاش؟ يعني مع الإضافة والحوافز بدل المازوت بيوصل 6000، وهلأ موعودين بزيادة، بس لمعلوماتكم بيروح منهم ضرائب وتأمين، يعني بحدود 1000 ليرة. يعني بالنهاية اللي بيصلوا لإيدك 5000؟ بالضبط 5000. يا عظيم جدا نعمة كريم، لشبههم 5000 ليرة كخها على القليلة مضمونين أول كل شهر. بالفعل سائل جاري ولا نهر مقطوع. وإن شاء الله بكرة معاشك على معاش ميس بتعيشوا أحلى عيشة، عيشة أمرا. عفواً ممكن أعرف كيف بتحبوا ترتيبات الخطة والعرس؟ لا هيك رح أزعل منك عمو. ليش تسمح الله؟ ولك ابني نحن ما دخلنا بهالقصص أبداً، يعني بتعملوا حفلة بالصالة بالمطعم هون بالبيت على الأسطوح ما بتعملوا بالمرة؟ أنتوا أحرار. بتلبس ذهب بتلبس فضة ما بتلبس بالمرة يا ابني، حسب إمكانياتك وظروفك. نحن شارينك لأدبك وأخلاقك وسمعتك، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال من ترضون مصاريه وفلوسه. كتر خيركم يا جماعة، فعلا هيك غبرتوني بلطفكم. ويا ترى السكنة مأمنة؟ الحقيقة أنا بيت ما عندي، بس ممكن نسكن عند أمي أو نستأجر بيت صغير. وليش لحتى تستأجر؟ ما في داعي تزنق حالك بنوب يا سيد فؤاد، بعدين لو تواخذني بهالكلمة هذا اسمه بطر. لا أنا قصدي مشان ما يسبق. ليش قليلة يا ابني السكنة مع الأهل؟ قليلة قليلة لما بتجتمع هالعيلة كلياتها على صفرة واحدة وبيكونوا كلهم مع بعض قلب واحد وإيد واحدة وبيحلوا مشاكلهم مع بعض وبيتونسوا مع بعض. ومن حظ بنتي إنها تسكن جنب حماتها، مثل ما بتعرف الحماية أم تانية منه بتتعلم منها وبتكسب خبرة ظريفة وبتساعدها. معناها المشكلة محلولة. ما قلت لك أهلي حضاريين كتير وما بدأوا أبدا؟ قلتي لي والله، قالت لي عمي، بس الحقيقة ما صدقت لحتى سمعت بإذني. بابا بدي أفتنلك على فؤاد. خير يا بنتي؟ قال المنظوم بده يشتري أوضة نوم بالتقسيط، حاولت أقنعه بلاها ما كان يقبل. الله يصلحك يا ابني، ليش هالبحترة يلي بلا طعمة؟ بعدين بتضايقوا حالكم هيك. قال يعني الواحد ما بيقدر يتجوز إلا بغرفة نوم جديدة وبيحط حقها الخمير والفطير. اسمع على هالمفاهيم اللي معدت أبو ميس. إيه أنا بعرف. ولك يا ابني نحنا ما منريد صهرنا يركب الدين أو يحمل حاله فوق طاقته. بعدين شو صار بالدنيا؟ بكرة بس الله يرزقكم بتشتروا أوضة نوم على مهلكم. إيه بس يا عمي أنا مشان ميس بركي حبيتها. خلاص ما بدها بس بس إيه تخت العزوبية يلي عم تنام عليه هلا بيمشي حاله. ما عندك تخت؟ بلا عندي تخت. ايه خلاص وتخت الدين بيسع 1000 زديد. وما عندك خزانة بدرفتين؟ بلا عندي خزانة بس حديد. منيحة هي ممتازة، لا تنسى انه السوس ما بينخرى وما بيلحق الرطوبة بالشتاء. مزبوط، واصلا خزاين الصاج والتناك اضيان وامكان، لا بيسوس دفها ولا بينكسر رفها. اسمع مني يا ابني، اعمل لها شي وش دهان وبخ عن شي بخاخ وشوف شلون بتطلع مع احلاها جديدة. لا وعم ترجع موضتهم ماما. وبالنسبة لأوضة الضيوف دبر حالك مبدئيا بشي أوضة من سوق الأروام، قويناك من الأبائبية وانتهت القصة. لأنه بصراحة يا ابني انت هلأ عظمك طري ودبساتك مراق ومعك معك بتصير وخيرك كلياته لقدام وكله بيجي بوقته. رب العالمين تبارك وتعالى ما خلق الدنيا بيوم واحد، أخذت معه المسألة 6 أيام بلياليها. ايه بابا، ومنشتري من الحريقة كم فرش سفنج بنعملهم قاعدة عربي، ومنعلق على الحيط طبق قش مشان الزينة، وبالزوايا منحط مشربيات فخار. يا عيني عليك يا ميس، كمان حل ممتاز. ولك يسلم لي البطن يلي حملك شو انك قنوعة مثل اهلك، مو مثل بنات هالايام يلي بيعجزوا العريس بطلباتهم. يا ترى في مطبخ كمان؟ ايه في مطبخ بس صغير شوي، وناوي اشتري براد مستعمل بالتقسيط.
هلا ليش فقست بتمك كلمة القصوطة وبدك تبحتر مصاريك؟ أمك الله يخلي لنا إياها ما عندها براد؟ أمي إيه عندها براد؟ أصبح خلاص حطوا أكلاتكم ببراد أمك الله يطول عمرها، محلولة المسألة يا عمو. ومشان المي الباردة اشتري لك شي جرة صغيرة أو ترمس مي بلاستيك، وأمك الله يطول لك عمرها عندها براد، جيب لك شوية تاج من عندها وحطهم بهالترمس، صعبة كتير المسألة. أصلاً أنا ما بشرب مي غير من الحنفية لأني بخاف على أسناني وزلعيمي. في غسالة يا ترى؟ بصراحة ما في. ها ها هون صار بدها صفني المسألة. ولا يهمك عمي، أنا مستعد أشتري غسالة. ولك يا روح عمك من جوا، ليش أنت بتحب الصرف؟ أطب لي إيدك شوي، أنت رح تصير صهرنا، يعني ابننا، وما بيهون علينا تزت مصاري وتفتها يمين وشمال. يعني عندك حل أبو ميس؟ ولو بابا أبو الحلول. أم ميس بدي أسألك. تفضل. يا ترى الغسالة الأوتوماتيك يلي احترق موتورها السنة الماضية لساتا عنا بالمستودع ولا صرفناها؟ لا لساتا عنا. أصبح عظيم. أنا رح أشتري لها موتور جديد ورح أقدم لكم إياها بابا، شو رأيكم؟ الله يخلي لنا إياك يا بابا، كل شي منك مقبول. بس هيك عم تخجلوني. ابني اسمع، أنت لساتك بأول عمرك، يعني إذا نحن ما تساعدنا سوا بهيك موضوع مين بده يساعدك لكان؟ ونحن قبلانين بوضعك الحالي على أمل أنك تحسن وضعك مع الأيام، سنة سنتين ثلاثة خمسة ربك وحده هو اللي بيعرف. هي أرزاق يا ابني بإيد رب العالمين، يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء. الله يعزك يا عمي ويديم معروفك. يا فؤاد يا فؤاد، أنا ما عم فضل عليك والعياذ بالله، بس أنا عم بتذكر حالي لما تجوزت، بصراحة ما كان معي مثليك واحد، بس بعدين رب العباد أكرمني وسترني. بدي أسألك سيد فؤاد، في صوبيا إذا بردتوا بالشتاء؟ نعم مرت عمو، في صوبيا وفي ملء الفحم كمان. يا سلام على الرومانسية. يا سيدي بكرة بتسهروا حوالينها المنقل وبتشربوا شاي على الفحم وبتشفوا كستنا وبتسلقوا شوندر، هيك كنا نعمل أنا وأم ميس لما تجوزنا. عندك عدة مطبخ وطناجر ومعالق وزبادي وصحون وخلافه؟ رفقاتي بالوظيفة وعدوني نقطوني بالأواني المنزلية إذا تجوزت. شو صفي بدك لسه؟ هاي عدة المطبخ كلها صارت جاهزة. إيه أنا لما تجوزت ما كان عندي طنجرة نحاس. ما جبت لها. معناتها نحن أمورنا ميسرة. وليش لحتى ما تتيسر يا ابني؟ أنت آدمي، آدمي كتير أنت، والآدمي ما بيخاف منه. طيب عمي معناتها سمعونا الفاتحة. عن جد ميس، أنا أبداً ما توقعت إنه أهلك يكونوا يسرين لهالدرجة ومتفهمين لهالدرجة. قلت لك حبيبي أنا أهلي بهمهم نكون مبسوطة ومتجوزة من شاب فهيم مثلك. إيه مشان هيك أنا ما رح أندلق عليهم كتير، يعني رح أقوم بواجبي وزيادة. شلون يعني؟ يعني أول شي بدي استأجر لك بيت تسكني فيه لحالك، ثاني شي بدي اشتري لك صيغة، ثالث شي هو الأهم بدي اشتري لك أوضة نوم ولو بالتقسيط. لا حبيبي لا تعذب حالك، أنا قلت لك ما بدي شي وأهلي كمان رضيانين بوضعك هيك. الله يكتر خيره، بس أنا حبيبتي لازم أسعى، يعني مثل ما بيقولوا اللي بيشوفك بعين شوفه بالتنتين. ان شاء الله عجبكم البيت كثير معقول. هو صحيح صغير شوي غرفتين وصالون، بس بعتقد بيناسبكم، يعني خرج عرسان. لا لطيف لطيف كثير. فؤاد على اذنك. شو؟ اكيد اجاره غالي كثير. لسه الرجال ما حكى شيء. شو بده يحكي؟ اكيد مو اقل من 10,000 بالشهر. امشي الله يخليك، خلينا ندور على بيت منطقة شعبية ارخص لنا. يا روحي عم نتفرج مو خسراني شيء. استاذ فؤاد عن إذنك، إذا البيت مو عاجبها للمدام برجيكم بيوت تانية. بالعكس كتير عاجبنا، كتير حلو،
يعني حازم بالضبط؟ ايه حازم بالضبط، بس بالنسبة للإيجار قديش؟ صاحب البيت عندي بالمكتب عم يستناكم. تفضل من هنيك بدفع بشرف. شرف شرف. يا سيدي انا كنت عم بجر البيت ب 10,000 ليره بالشهر، بس طالما انتم عرسان جدال راح اعملكم سكر مليح. وقديش السكر يا ترى؟ شوف اخي انا ما بحب اقبض مصاري وانفخ جيوبي وضميري ماله مرتاح. انتم باين عليكم ناس اوادم واكابر ونياله اللي بيجمع راسين على مخده واحده. يعني انا بصراحه كل ما اشوف اثنين عرسان بنغرش قلبي نغرشه، لأنه عندي أولاد بنفس أعماركم تمام، وأنا بصراحة إذا ساعدكم الله من عالي سماء رح يساعدهم ويبعث لهم أولاد الحلال. بقى أنا يعني رح سلف رب العالمين حسني وأرجو الملائكة أنه تكتبها بدفاتري. إيه سيدي بتقدر تدفع 2,000 ليرة بالشهر ولا ما بتقدر؟ هيك ما عاد لكم حكي أبداً يا أستاذ فؤاد. كتر خيرك يا أخي، فعلا الدنيا ما خليت. اصبحنا نكتب العقد. ايه بس عفوا منك انا ماني حامل الرعبون. ومين طلبك بالرعبون؟ انا هلا رح سلمك مفتاح البيت، وبعدين وقت يصير معك بتعطيني المصاري. الثقه اساس كل شيء. شو رح تهرب يعني؟ انا هلا رايح جيب اثنين شهود وارجع. يلا. تفضل يا اخي. شو هدو؟ كوميسيون المكتب. لا اضب مصاريك بعبك استاذ فؤاد، شو الها عاد انت؟ عفوا اذا المبلغ قليل. شو قليل وشو كتير؟ انا باخذ عمولتي من صاحب البيت وبس. وبيني وبينك انا حالف يمي من العرسان ما باخذ الا فرنك. الي ليش؟ لاني بحط حالي مطرح العريس. بقى الهي ياخذ بيدك ويعينك الهي. ايه بس انت بهالطريقه عم تخجلني. لا يا استاذ فؤاد، اذا صاحب البيت طلع كريم معكم معقوله اطلع انا ندل واخذ كونسيون؟ بعدين انت عريس جديد وقدامك مصاريف خير الله. يعني هاي جوازي مو لعبة، فيها فتح بيت وكعكتين بخير. بقى الله يكون بعونك ويرزقك بجاه الحبيب المصطفى. يا سيدي كتر خيرك، ما قصرت معنا أبدا، والله يقدرنا على مكافاتك. لا يا أستاذ فؤاد، من نيتي على حالي، هذا أقل من الواجب. بعدين مثل ما قلت لك أنا رح أخذ من صاحب البيت، فليش الطمع؟ يصدقني فرحتي فيكم بمصاري الدنيا كلها. وأماني أماني إذا عاوز شيء اللي رقبتي سدادي. ها الناس لبعضها يا رجل. شبنا شو رأيك فيها؟ عجبتك؟ بتجنن، بس باينتها غالية كتير. خلينا نروح ندور على وحدة أرخص. امشي طولي بالك، خلينا نسأل صاحب المحل بركي عنده. أهلا وسهلا. أهلين فيك، إن شاء الله عجبتكم الغرفة؟ كتير حلوة، بس يا ترى شو مصرياتها؟ يا سيدي هي حقها 100,000 ليرة، بس للعرسان الحلوين اللي مثلكم في سعر خاص، يعني إلكم سكرة. إيه قديش السكرة تقريبا؟ رح أخذ منكم سعر التكلفة، وفوقهم منهم 10%، منه بتعملوا لي دعاية، ومنه بحس حالي إني ساهمت بسعادتكم. يعني قديش بدك تاخذ منها؟ 50,000. ومالك علي يمين إنه هذا سعر التكلفة، والشحن لبيتكم على حساب المحل. عفوا بس نحن يعني بدنا ارخص من هيك. ولا يهمك يا انسه، ما بتغلى عليكم، وقسما عظما غير تحملوها وتدفعوا السعر اللي بدكم اياه. هو نحن بصراحه ما فينا ندفع حقك كاش. محلنا عامل سعر خاص للعرسان بالاضافه لتسهيلات بالدفع، وهالشي معروف عن محلنا، مو بس لك لكل العرسان. يعني لا تاخذني، العريس بده مين يساعده ووقف معه، وحضرتك على هوا مالي ملاحظ، انسان ادمي وابن ناس، ولازم نعاملك معامله خاصه، بقى احمل وامشي ولا تناقشني، حقي واصلني سلف. طيب لو سمحت مشان حطك بالصوره، انا هلا ما معي غير 10,000 ليره. لك يا حبيبي مين طلب منك اكثر من هيك؟ 10,000 دفعه اولى و40,000 تقسيط، منيح هيك؟ نحن ما بنقدر ندفع غير 1,000 ليره بالشهر. حلوين كثير، 1,000 ورقه بالشهر شبهه. وبصراحة نحن كل ما خفضنا القسط بيزدادوا الزباين ومننافس السوق. وإذا بدك نتساهل أكثر، أول 4 شهور لا تدفع شيء، ملحوقة، لأنه بيكون عليكم مصاريف خير الله. بقى شو رأيك أستاذ؟ الحقيقة يا أستاذ أنت هيك غمرتنا بفضلك. لا يا زلمة لا تقول، منيتي على حالي، أنا ابن مصلحة وصر لي بالتجارة سنين وأيام، وإذا ما عملت هيك ما حدا بيوقف على بابي وتجارتي بتوقف. طيب إمتى فينا نحملها؟ أنت ما تحمل شيء، بس أعطيني العنوان
واليوم المساء بتروح على البيت بتلاقيها مركبة، وإجرة تحميلها وتركيبها هدية زواجكم. كتر خيرك، كتر خيرك. أهلا وسهلا. شكراً كثير. شرفتي. أهلا وسهلا. شكراً. شايفة يا ميس؟ شايفة قديش أمورنا ميسرة؟ إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ فؤاد، والله يتمم بخير. الله يبارك فيك. شو ها؟ الزملاء والزميلات حبوا يساعدوك، فقرروا إنه يعملوا جمعية بخمسة وعشرين ألف ليرة ويقدموا لك يا هدية زواج. بس هيك كتير يا أستاذ سعيد؟ بالعكس قليل، أنت بتستاهل أكتر من هيك. بعدين بنيتنا على حالنا، نحن عم نعمل هالشي مع كل واحد بده يتجوز، يعني إذا ما وقفنا مع بعض بهيك ظرف إمتى بدنا نوقف؟ كتر خيركم يا جماعة، أبدا ما قصرتوا. أستاذ فؤاد، سيد مدير عام طالبك. إن شاء الله بالرفاه والبنين يا أستاذ فؤاد. شكرا كتير أستاذ، شكرا. صدقني يا أستاذ، لما بسمع أنه في حدا من الموظفين اللي عندي مقدم على الزواج بحس كأنه حدا من أولادي بده يتجوز. كلك زوي يا أستاذ. مشان هيك واجب المهني والأبوي بحتم علي إني ساعد بأي شكل من الأشكال. مفضلين سيدنا، مفضلين أنتو. طبعا أنا ما بقدر أتصرف إلا ضمن حدود صلاحياتي، لهالشي قررت أصرف لك منحة زواج 10,000 ليرة. هو صحيح المبلغ متواضع، بس يعني مثل ما بيقولوا البحر صار بدسنه تجرى. ما بدنا إلا سلامتك أستاذ. لا ولو، هذا حقك. بعدين منيتي على حالي، أنت صار لك موظف عنا 10 سنين، وهذا أبسط شيء ممكن نقدم لك إياه. وإذا فكر تاخذ سلفي على معاشك، أنا ما في عندي مانع. هو الحقيقة أنا كنت ناوي أقدم طلب مشان السلفي أستاذ. خلاص، اكتب الطلب وهاته، بس لا تزيد علينا كتير، يعني مو أكثر من 25,000. وزيادة أستاذ، بزيادة، أنا ما كنت ناوي أطلب أكثر من هيك. ومشان العرس، وين قررت تعمله؟ ما راح أعمل عرس، عرس نسوان خفيف. بيت حماي. لا يا أستاذ فؤاد، هي ما بريدة منك. نحن بدنا نفرح فيك ونعمل لك عرس مطنطن بشي صالة محترمة. فكرت بهالشي، بس المشكلة إنه أجار الصالات غالية كتير. ولو يا فؤاد، الغالي بيرخص لك. ولمعلوماتك، في صالة جديدة ومحترمة كتير عاملتها مؤسسة التأمينات، وهي ما بتاخد أجار إلا هيك رمزي، يعني شي بسيط من الموظفين. يعني قديش تقريبا؟ يعني شغلة 2,000 ليرة. انت اعتمد على تاريخ العرس وانا بحجز لك اياها، والضيافات علينا، وبطاقات الدعوه ممكن اطبع لك اياها بالمطبعه تبع الوزاره، يعني بناخذ منك حق الكرتون بس. شو بدك لسه؟ الحقيقه غمرتونا بفضلكم، وطالما الامور ميسره لهالدرجه بنعمل عرس بالصاله. ومشان طقم العرس انا ببعتك لعند واحد صاحبي ببيع بالجمله، بيعطيك احلى طقم وبسعر الكلفه، يعني شغله 1500 2000 ليره بالكتير. يا سيدي لا تدفع له كاش كمان، اعطيه 500 ورقه وبعدين على مهلك الباقي. عظيم كتير، معناها ما ضل عندي غير مشكله فستان العروس. ومنين بدك تجيب فستان العروس؟ عم فكر استاجر واحد. ليش تستاجر وتحط مصاري؟ انا بدبرك اياه. شلون؟ من المستودع تبع الملابس بوزاره الثقافه. يا سيدي عندهم فساتين عرس لتقول حاجه. هلا بحكي لك مع اخو عديلي لانه هو امين المستودع، حتى تنزلوا وتنقوا الفستان اللي بيعجبكم وبناسب مدانتك، وبعد العرس بترجعوه. الحقيقه يا استاذ ما بعرف شو بدي اقول لك، لساني عاجز عن الشكر. ما بدنا منك لا شكر ولا مكر، روح دبر امورك واعتبر حالك باجازه مفتوحه من اليوم. بتعرفي يا ميس، ابدا ما كنت اتوقع انه امورنا تتيسر لهالدرجه. ايه هذا لانك مرضي والله بيحبك. ورغم هيك ماني عم صدق اللي عم شوفه حوالي، وحاسس كاني عم بحلم. لا حبيبي، هذا مو حلم، هذا واقع. طيب قرصيني مشان اتاكد. لا مو حلو قدام الناس قرصان. شو دخل الناس؟ خطيبه عم تقرص خطيبه، ما حدا دخله. قرصي 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 قرصي. لا روحي، لا لا ما يسلح حبيبتي. لا 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 عم تقوي القرصه كثير. فؤاد فؤاد بدك فؤاد. خير امي خير. شو في؟ يو صار لي ساعة عم فيقك وانت غرقان بالنوم. شو بنا؟ قلت لك ما تفيقيني يا امي، خليني نايم تعبان. قوم خطيبتك عم تستناك برا، اتحرك يلا. مين خطيبتي؟ ميس؟ ميس؟ مين هاي ميس كمان؟ خطيبتك ناهد، لحقت تنسى اسمها كمان؟ ناهد؟ خطيبتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو بدها من الصبح؟
غرفة النوم ام 70,000 اللي نقيتوها مو عاجبتها لعمتك، مشرشحة ورخيصة، والجرايل اللي قطعتوهم قال ما بيروحوا على طقم الكنبايات، وفستان العروس قال ما حلو مو تقيل بدها واحد اتقل من هيك، والصالة اللي اخترتوها مشان تعملوا فيها العرس قال صغيرة وما بتكفي لكل المداعي. بقى قوم تفهم انت وياهم من راسك لراسك. امي خليني ارجع نامه مشان الله ما تفيقيني، بوس ايدك خليني نامه احلام.